السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. إحنا النهاردة الحلقة هنتكلم فيها على موضوع الأسايل، يعني هرد على بعض أسئلة الناس. أولا، أنا مش بدفع فلوس في شراء الأكونتات، أنا بشتريها بالروبل، والروبل مش بشتريه، الروبل بجمعه من موقعين هما أسهل موقعين شغال عليهم، لأن مش فاضي أشتغل على المواقع التانية إن هي عايزة شغل وكده، لكن دي مواقع زي ما تقول موقع منهم موقع استثمار رميت فيه فلوس، روبل برضو قصدي، وهو الموقع بيجيب شغل لوحده. ادي اول موقع انا بجيب منه الروبل. الموقع ده ممتاز جدا، انا معلي سرعتي فيه وبعلي فيها برضو. نشوف كده عمليات السحب من الموقع ده، يعني ناس كتيرة مسجلة من عليه عندي، واللي مش عارف الشرح لحظة واحدة. تاريخ العمليات، دي آخر عملية سحب أنا عملتها من الموقع، ودي العمليات اللي أنا بعملها تجميع النقاط لروبل. يعني عندك هنا اللي بتظهر باللون الأحمر دي عمليات السحب. أما الموقع التاني فهو جيت لايك، هو ده الموقع اللي أنا بجمع منه الروبل بقى طبعا بشكل ضخم. أدي دول 1000 روبل أنا ساحبهم، ودول 336 36 روبل لسه مسحبتهمش، مش محتاجهم دلوقتي، فسايبهم إنه أسحب كله على بعضه. تمام، فأنا مش بشتري الروبل، فمش محتاج إن حد مثلا يكون يقول لي عايز رقمك عشان أبعت لك، لأ. أنت ممكن تجمع روبل ممتاز ولا مش محتاج تشتري، لأن أنت بتجيب أكاونت لا يطلع قسيمة لا ما يطلعش. أما من ناحية الأسايم فانت بتعمل بيها حاجتين، لا اما بتبيعها لا اما بتستخدمها. بتستخدمها في ايه؟ لو انت عندك اي سلعه عايز تمولها بتستخدمها، دي بتكون كويسه جدا. معكش سلعه خلاص طلعها وبيعها. تمام. طبعا النهارده انا جايب لكم كام جروب المسؤول عن بيع الاسايم، يعني الاسايم تتخطف منك خالص. شوف السعر كام وانت اعمل بوست بس، يا جماعه انا معايا اسايم في كذا، هتلاقي الناس بتكلمك وبتتعامل بوسيط عشان ما يضحكش عليك. اهم حاجه ان انت يكون معاك فودافون كاش. طبعا الكلام ده عندنا في مصر، اما عندك في بلدك ممكن تتعامل باي اسلوب تاني، يعني حتى لو هتبيعها لواحد مصري ممكن يدفع لك باي بال اي حاجه. المهم ان انت لازم تتعامل بوسيط. بكرر تاني، الجروبات اللي حاطه لك دي اتعامل فيها بوسيط. الجروبات هتبقى في اللينك اسفل الفيديو في المقال. اما الموضوع التاني، طبعا انا مش جاي اشرح الاسايم، الاسايم هي انا شرحتها قبل كده، والشرح هيظهرك في العلامة اللي فوق، ولو ما شفتهاش فهتلاقي الشرح اهوت، ده شرح الاسايم. لو انت ما شفتوش ممكن ترجع له عادي، ده الفيديو. تمام. طبعا مش كل الاكونتات هتطلع اسايم، في اكونتات ممكن تعدي منك مش هتطلع مهما حاولت فيها، هي كده. فدي مش هتترمي، لا دي هنشتغل عليها على البين، ممول على البين، مديونية يعني. فبرضو الفيديو هيظهرك في العلامة اللي فوق لو ما وصلتلوش، فادي الفيديو اهوت لحظات، ده الفيديو بتاع البين الممول. ممكن ترجع له، اي اكونت مثلا ما يطلعش اسايل لو عدى عليه 10 ايام ولا حاجة ممكن ترجع للفيديو ده وتطبق الشرح عليه، وبرضو هيجيلك ممول مجاني من نفس الاكونت، يعني مفيش حاجة هتترمي. تمام. اهم حاجة ان انت تخلي بالك من الاكونتات اللي انت بتفتحها، بحيث ان انت ما تتقفلش منك. لو هتشتري اكونتات روسي فانت لازم تشتغل على في بي ان روسي، واللي ما عندوش في بي ان مدفوع ممكن يشتغل على الفي بي ان المجاني اللي انا شرحته وشغال وكله ظاهر في الفيديو. دي الفيديو، وبرضه لو مش هتعرف توصل له هيظهرك في العلامة اللي فوق. تمام. معلش انا دي برد على أسئلة ناس عندي في القناة، وكده أظن رديت على كل حاجة انتوا سألتوا فيها. الجروبات هتلاقوها في أسفل الفيديو، في المقال أسفل الفيديو. وكده أشوفكم في حلقة جديدة من قناة تايجر ويب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.